ده جديد قوي، قوي فكرته جديدة شكله جدا. ولونه والماتيريال بتاعته. دايسة عليها يعني للوهلة الأولى الماتيريال تقولي تعمل منها دريس سواريه طبعا. أما هو اللون لايت بلو، لون يعني بيتربع على عرش الموضة، بس يعني يمكن في ناس تخاف تلبسه. ليه؟ تحسي انه ما يليقش مثلا على اي حد؟ يعني في ناس بتتخوف ان هي تخاف تقول ما يليقش مثلا مع بشره معينه يتخني او حاجه زي كده، ولكن لا يعني هو بيدي كده زي سندريلا. ده اللون حلو قوي ورقيق. ده برضو شكل الكفتان فاتح. رمضان نعيد بقى احكي لي والحاجات عن دي. فكره الكابيشون اللي فوق دي، كيف مجنناني. جدا حلوه قوي. انا بداتها بديزاين ولقيت عليها اقبال غير طبيعي، بيحبوها للتصوير والسيشنات والحاجات دي قوي. حتى برضو لو واحده محجبه بتحط الكابيشون فوق الحجاب. بالظبط، يعني هي لو مثلا تحط تبقى في بطانه مثلا او هنا تلبس هي حاجه تحط عليها وما تلبسش طرحه، تبقى الطرحه منها في الكفتان. بيعمل شيك جدا طبعا. بيعمل يعني لوك حلو جدا في التصوير، الحاجات دي بتبقى لذيذه قوي. حلوه قوي. برضو سيمبل. فكره البلت دي ان هي رفيعه بالمقاس، بتضايق المقاس بتاعه لو حد مثلا مليان اكتر من كده. لا كده كده كل الكفتان زي ما انتي قلتي بتنفع لكل الاجسام. الاجسام. صح، هي اصلا بتظبط دفوهات الجسم جدا. تلبسيه وتضايقيه على طول بالحزام. دي بقى حاجه يعني ده تحسيه فلسطيني. سينا، فلسطيني هو. سيوة، دي حقيقه فلسطيني. يعني برضو ماشي. حبيت تبقى حاجه من الفولكلور بقى. يعني ده القماش بتاعه، ده كله شغله هاند ميد بالسرمه والخيوط والمرايات. هو مدينا حقل الثقافه بقى السيوي الفلسطيني. كده دي حقيقه. انا حسيته ذهب قوي كده اول ما شفته. ذهب. دي حاجه من الفلكلور بقى يعني. دي احنا بنفتقد اصلا الذوق ده في يعني في لبسنا عموما. دي حقيقه. يعني لازم يبقى كل واحد في دولاب قطعه كده. عندك حق فعلا، احنا لبسنا كله براندات غربيه دي حقيقه وستايلات غربيه. بس لما بتلبسي حاجه زي كده بتحس ان انت لابسه حاجه مختلفه. طبعا، يعني في حاجه مختلفه في الموضوع. طبعا. نفس الماتيريال دي برضو عامله منها موديل تاني خالص. هتشوفيه برضو الوقت ده مختلف قوي عن كل اللي احنا شفناه قبل كده. ده يعني يمكن رمضاني اكتر بقى. التاني مدي سواريه شويه. بس التاني مناسب اكتر لو رايحه مثلا خيمه رمضانيه. هي كل حاجه يعني ليها احنا مثلا في رمضان 30 يوم. كل يوم لو مثلا بقى الناس العزومات والمناسبات وكده، لازم يبقى في اختلاف. يعني النهارده شكل، بكره حاجه تانية خالص. يعني لازم يبقى كده. صح، عشان تحسي انت مغيره يعني. صح، دي حقيقه. طب انا شايفاكي بتستوحي افكارك من حاجات كتير، يعني شايفه تصميمات مختلفة. يعني أول كام حاجة كان فيها تاتش مغربي، دي حقيقة. اللي احنا شفناه دلوقتي تاتش سيوي أو دي سيني حقيقة. أو فلسطيني. بتجيلك الأفكار دي منين؟ والله هي أنا بميل للفكرة الغريبة اللي هي تحس ان انت لما تشوفيها انت مستغرباها. ايوه. يعني لقطة يعني عينك في حاجة غريبة. ايا كان الثقافة بقى. مش ما فكرتيش تعملي مثلا حاجة فرعوني؟ لا فكرت. إيه وعامل فعلا، عملت فعلا حاجة عامله فعلا كاف لازم. فرعوني. بس هو مش معايا النهارده. عامله كاف فرعوني بالتوق بالحزام بتاع كليوباترا بالظبط. انا على فكره بميل اكتر للتصميمات اللي تحسسك ان انت في ثقافه في زمن تاني. يعني انا الطقم ده انا مسميها فلسطيني. كارديجان فلسطيني. ده كفتان فلسطيني. هتلاقي مثلا في حاجه تانية اردني. ده نفس الماتيريال. ده حلو قوي كمان، بس مع اللون برضو الزيتي من الالوان الموضه جدا. ده حلو قوي. السما على الابيض. بصي على الابيض يجنن مع الاورنج والكونترست مع الاورنج والاخضر مع بعض. الالوان حلو جداً. قوي. يعني هو نفس الماتيريال التاني، بس ده حاجه وده حاجه تانية خالص. حتى حلو لو قوي. نفس الحد هو اللي لابسه هتحس ان ده موديل وده موديل تاني خالص. اللون كمان حلو قوي اللون. فعلا اللون الاخضر الجديد جديد. ده انا بحبه جدا. موضه اللون ده دلوقتي الدرجه جداً. دي بالذات من الاخضر. انا لون بحس الاخضر كله بقى موضه اصلا جداً. دلوقتي هو لون مريح اصلا للعين والاعصاب. وبيدي كده جمال كده للبشره. صح. وبينور البشره. حلو قوي ده.
وزي ما انت قلتي ان هي كمان هو لابساها على توب ابيض وبنطلون ابيض مش لازم في رمضان بس يعني انا لو نزلت كده في يوم عادي وانا خارجه حلو جدا. بصي هتبقي ملفتة للانظار جدا. حلو جدا يعني تلبسي حاجه غير المألوف. صح غير المألوف وتبقي مميزه كده وانت ماشيه ما حدش لابس زيك. ما هي دي احلى دي بقى الحاجه اللي انا فعلا دايما بتجه ليها ان تبقى الحاجه فعلا مميزه. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.